يعني انت ضفراوي دخل وقبض؟ ترى يا رمضان هو انا يعني هكدب عليك؟ بقول لك رابع اسبوع يا اخي باخد في دولارات اهو. ايه دول مش دولارات؟ 600 دولار كل دولار ينطح التاني اهو. يا جماعه انا بعمل كده علشانكم. انا بالنسبه لي تحت الشجره بتاعتي فيها ناس كتير معايا فلوس كتير الحمد لله، عايزكم بس تلحقوا قبل فوات الاوان. انا لو بيدخل لي المبلغ ده كل شهر عليا الطلاق بالتلاته، لا اقفل الورشه واسرع الصناعيه ولا وجع دماغ. انت بتقول فيها يا رمضان؟ انا زيك مش رايح الشغل تاني وهثبت على الموضوع ده. نسيبها جد. ما تسالوا ضفراوي يا جماعه. لا صح. بصوا بقى انا مش فاضي، اللي عايز يخش اهلا وسهلا يجيب فلوس ماشي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رعايه الله يا اخوي. مع السلامه. رعايه الله. هو ما ده بجد يا ضفراوي؟ هو انا يعني هكدب يا رمضان؟ والله ما بكدب يا ابني. لا عايزين نخش في الموضوع. الفل يا حبيبتي. مساء النور يا حبيبي. لما جيبك اتملى ظهرك اتفرد وراسك بقت فروض، شفت بقى الفلوس حلوه ازاي؟ معقوله في اربع شهور بس يبقى معانا كل الفلوس دي؟ مين كان يصدق؟ مش قلت لك امشي ورايا وانت تكسب؟ لا ولسه اللي جاي احلى ان شاء الله. بس موضوع صفيه وعصام اللي مسافرين كمان يومين ده، الموضوع ده مضايقني على فكرة. مضايقك؟ مضايقك ليه؟ احنا بقينا فاهمين الموضوع زينا زيهم بالظبط ويمكن اكتر. ده احنا بناخد وندي مع الناس وهم مش في الصورة اصلا. هو ده بقى اللي قلقني. قلقك؟ قلقك ازاي يعني؟ يعني كل مرة بيقع فيها موقع بتاع الشركة بيجي لي 1000 تليفون. ساعتها بحط ايدي على قلبي واقول في عقلي بالي يا خوفي. يا خوفي للموقع ده يقع وما يرجعش تاني. عارفة ساعتها انا وانتي بس اللي هنشيل الليلة دي كلها. ايوة بس الموقع بيقع وبيرجع تاني. وبعدين صفية وعصام فاهمين الموضوع ده من البداية واحنا مفاهمينه للناس، يبقى تشيل الموضوع ده من دماغك خالص. جمال. انا ملاحظة ان انت مبقتش تصلي. بصوا يا جماعة، احنا الفترة الجاية دي محتاجين فيها ناس جديدة. ضفراوي عايزك تطلع كده على منيا القمح تشوف لي حبايبك وناسك وصحابك كده يعني. وانت ابراهيم عليكوا على اسمع الله بقى، قرايبك واهلك، احنا عايزين نكبر الموضوع شوية بقى يا جماعة ولا ايه؟ حاضر يا جيم، كلام صح طبعا. واللي ما يوافقش سيبوه، بالعكس هو حر تماما، مسيره يلف يلف ويرجع لنا تاني. ديتها بس يشوف دولارات مع اي حد فيكو هيجي مسلم. تعرف يا استاذ جمال يا اخويا، انا في ناس ببقى رايح لها ومتاكد مليون في الميه انهم هيدخلوا معانا وفي الاخر ما يرضوش، وناس تانيه ببقى رايح لهم مقدم خط ومؤخر التانيه الاقيهم دخلوا في المصلحه بكل بساطه. عادي بتحصل معانا كلنا. بس في حاجه كده يا جماعه غلط بتحصل، بشوف بعضكم كده بيعملها عايز اقول لكم عليها. يعني بلاقي كده تيجي تكلم مع واحد صاحبك بقالك كتير ما اتكلمتوش، عشان اول ما تفع سماعه التليفون تقول له هات 500 دولار كده وتعالى. لا غلط، المفروض يعني اول مكالمه دي تقول له ازيك ازاي الاولاد ازاي الصحه، تاني مكالمه تيجي تقول له ما تيجي نتقابل نشرب حاجه، تالت مكالمه هو اكيد هيرجع يكلمك، الرابعه دي المفروض بقى ان هو يكون ايه اطمن لك تماما، تاخده كده بهدوء وتتعامل معاه بالراحه. لازم الحكايه تبقى متخططه كده مظبوطه يا جماعه ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اصلي يا جيمي اصلي، ده انت بقيت استاذ. ده كمل ده ونعم الاحترام والجير. تسلم يا ضفراوي حقيقي. عارف يا جيمي طول عمري كده بشوفك انسان كبير ودماغ كبيره وراجل اقتصاد من الطراز الاول. تلامذتك يا ابراهيم. ما تقولش كده، ده انت الاستاذ. مالك يا رمضان ساكت ليه؟ اصل بصراحه انا خايف قوي. خايف؟ خايف من ايه؟ قفلت الورشة وسرحت الصناعية وخايف أكون غلطت. أنت عبيط أصلا؟ في حد في الدنيا بيعمل كده؟ وهو أنا الواحد اللي عملت كده؟ ما خليه قفل محله.
وأمين ساب شغله، وبصراحة بقى الموضوع ده عشان تعمل منه ثروة صح؟ لازم تكون متفرغ تماما. غلط يا رمضان اللي انت بتقوله ده. اي نعم موضوع التسويق الشبكي موضوع مربح، بس ده ما يخلكش برضه تسيب شغلك. طب ما انا قدامك اهو بروح شغلي، وبصراحة بقى انا عمري ما هبطل اروح شغلي ابدا. تمام يا جماعة. صباح الخير يا باشا. اهلا بالباشا. صباح الخير يا عزيزه. صباح الفل والورد والياسمين. انا لما لقيتها جت 12 ونص وانت ما جيتش قلت الباشا هيريح النهارده، كنت لسه همضي لك على الدفتر. لا انا كان عندي بس شويه مشاوير كده كنت بقبض فيهم ناس. الله الله الله، ويا ترى بقى يعني ملناش حاجه كده؟ لا قبضك نزل انت وشويه من الزملاء. ياه دول جم في وقتهم والله. بس انتي مش عجباني يا عزيزه اللي من دول. ليه بس يا باشا؟ كسلانه كده. والله بقى عندك حق، اوعدك الاسبوع ده انا هجيب لك ناس كتير قوي من عيلتي، ده حتى الواد ابني راح الجامع وعمل شغل هايل وقال لي يا ماما اخر الاسبوع هكون جايب كل زمايلي الطلبه. طيب تمام، شد حيلك بقى. طيب انا كنت جاي بس عشان اقبضكم، انا رايح كده عندي شويه مشاوير. ماشي ماشي يا باشا، تنسيش بقى تمضي لي على الانصراف. ها امور يا باشا. يلا سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كمان باشا السلام. هو يا ديش فاتت سنه يا حاج، لسه برضو مش مطمن تدخل معايا؟ لا يا عم، الله هو الغني، انا كده عايش مرتاح البال، وبعدين مش عايز حاجه من الدنيا غير الستر والصحه. ولعلمك بقى يا جمال، رغم الفلوس اللي انت عملتها دي كلها، بس انا برضو بقولك قلبي مش مرتاح يا جمال. يا حاج بقولك فاتت سنة والشركة الحمد لله ماشية زي الفل والمكاسب عمالة بتزيد، ده انا الحمد لله بقيت مليونير. مليونير حتة واحدة؟ ايه ده؟ دي اتجالت ممنوعات ولا ايه؟ ممنوعات ايه بس يا حاج؟ انا شغال في النور. كمان انت تعرف عني كده؟ انت تعرف عني ان انا اعمل حاجه تغضب ربنا برضه؟ يا ابني انا اللي مربيك، وعشان كده مخي هيطقم التفكير، وبسال انت اللي حاسبها غلط ولا انا اللي حاسبها غلط؟ انا حاسبها صح جدا يا حاج. انا نفسي افهم ازاي الكلام ده مش داخل دماغي، عايز اعرف يعني. يا ابني يا جمال في حاجه غلط. انت بس يا حاج اللي مش فاهم فكرة التسويق الشبكي. ده مش تسويق شبكي، ده تسول شبكي. برأي حاج، هو انت اللي جاي عليك يا اخويا في حاجة غلط؟ في حاجة غلط؟ بتنكد على الواد ليه؟ الواد جاي لك ومبسوط يا قلب أمه، ما صدق ربنا فتحها عليه من واسع، بتنكد عليه ليه يا حاج؟ هو انا اكرهه، بس كان نفسي يا جمال يا ابني الكلام يبقى موزون. الكلام مش موزون. خلاص يا حاج انا مش هضغط عليك. طب قولي بقى، انتوا مش ناويين تيجوا تزوروني في شقتي الجديده اللي في المعادي؟ لا يا جمال مش هنيجي. ليه كده بس يا حاج؟ عشان انا خايف اجي اتفرج واخاف عليك اكتر من ما انا خايف.